بوتان وصلت في بعض أحياء العاصمة نواكشوط لعشرة آلاف أوقية قديمة، فيما وصل سعر هذه المادة في أحياء أخرى في وسط المدينة لثمانية آلاف أوقية قديمة في العاصمة نواكشوط. تضاربت الأسعار من مقاطعة لأخرى ومن حي لآخر، فوصلت أسعار أسطوانات الغاز لدى عدد من المحلات التجارية بمقاطعة تجونين مثلا 13000 أوقية قديمة، فيما تم بيعها لدى محلات أخرى أمس وصباح اليوم بنفس المقاطعة ب 8000 و 4000 أوقية في بعض الأحياء. في مقاطعة تفرق زينة بالعاصمة نواكشوط وصل سعر الأسطوانة لدى بعض المحلات التجارية 8000 و 7000 أوقية لدى محلات تجارية أخرى في مدينة زورت. تفيد مصادر إخبارية أن أسعار غاز الطهي وصلت 4000 أوقية بدلا من 3000 أوقية قديمة. فيما استقرت أسعار هذه المادة في الولايات الشرقية الحوضين بأسعار بنفس الأسعار، حيث لم تطرأ عليها ولم تتأثر بهذه الأزمة على الأحرى. تضارب وصعود مذهل لأسعار غاز الطبيخ يأتي في ظل نقص حاد في هذه المادة بسبب تأخر وصول شحنة غاز كان يفترض أن تصل البلاد قبل أسابيع وتأخرت بسبب الحالة العامة للبحر. لكن ما هي الأسباب الحقيقية وراء تصاعد أسعار مادة غاز البوتان بهذا الشكل؟ وهل الضحية هذه المرة المواطن الفقير البسيط محدود الدخل، أما أن الجميع يتأثر بهذه الأزمة؟ أي دور للسلطات والحكومة والشركة المسؤولة عن تأمين الغاز في هذه الأزمة؟ أين هو دور جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المدنية في مجابهة الارتفاع المذهل لأسعار المواد الأساسية الأولية بما فيها الغاز؟ هل يقع المواطن كل مرة تحت فكي الأسعار المرتفعة ومن جهة وتحكم التجار في السوق وفق المعايير الليبرالية للسوق؟ لماذا لا تتدخل الدولة لضبط الأسعار وإنقاذ المواطنين من جشع التجار ومضاربات السوق؟ أسئلة من بين أخرى أطرحها هذا المساء على ضيفي حلقة المشهد الأستاذ محمد الجدود أمين عام مساعد الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك. اهلا بكم استاذ محمد. اهلا وسهلا، شكرا على تلبيه الدعوه. بدايه لو بدانا من الازمه الحاليه، ازمه تصاعد وارتفاع مذهل لاسعار غاز البوتان غاز الطهي، ماذا لديكم من معلومات في الجمعيه حول هذه الازمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه نشكر قناه المرابطون الرائده على هذه السانحه وعلى هذا الاهتمام بقضية مهمة جدا من قضايا المستهلك الموريتاني، تأتي في ظل تصاعد متنامي لأسعار المواد الاستهلاكية. وطبعا الغاز من بين المواد الأساسية التي تشكل، يمكن أن نقول أنها عصب استهلاك المستهلك الموريتاني، وبالتالي أي زيادة في أسعارها ستتأثر بها أسعار مواد أخرى، كما هو الحال بالنسبة للبنزين والوقود. وبالتالي نحن في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة نأسف لهذا التضارب أو لهذا لإطالة أمد هذه الأزمة التي كان من المفترض أن تتدخل الجهات المعنية قبل حصولها وأن تتخذ كل الاحتياطات حتى تجنب المستهلك هذا التضارب الخطير في الأسعار. لو كنتم تقول بأن الجهات المعنية كانت على علم بأن ستكون هناك أزمة للغاز، طبعا الجهات المعنية ينبغي أن تكون على علم، لأن هذه أمور يتم دائما أخذ الاحتياطات لها. يعني غير المقبول أن نجعل المستهلك ونجعل الشعب كله تحت رحمة ظروف المناخية. في كل الدول هذه الظروف المناخية موجودة، يعني قد تحدث تغيرات في المناخ أو زوابع أو ما شابه بالنسبة للمحيط تستمر فترة معينة، لكن من غير المنطقي أن نترك الناس تحت رحمة هذه الأجواء وهذه التغيرات في المناخ. وبالتالي كان من المفروض أن تكون هناك احتياطات وأن يكون هناك تخطيط مسبق للاحتياط لمثل هذا النوع من الحالات الطارئة، أو أن يكون هناك مخزون يكفي المستهلك أو يكفي للاستهلاك خلال فترة توقعات الأزمة. أيوة، خلال فترة تمكن على الأقل من تجاوز هذه الأزمة وتأثيراتها. للأسف الآن مثلا يبدو أنه لم يكن هناك أي نوع من الاحتياطات، وإنما جنح السوق كما هو العادة، سوق الغاز، إلى المضاربات وإلى الاحتكار وإلى استغلال هذه الأزمة من أجل تحقيق مكاسب
لجهات معينة لا يهمها إلا مصالحها الخاصة. بالتالي نحن في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة نأسف لهذا التضارب وهذا الغموض الذي يكتنف هذه القضية وتعليقها على مشجب الظروف المناخية. كما أشرت من غير المقبول أن كل الجهات المعنية بما فيها وزارة النفط والطاقة والنفط وبما فيها وزارة التجارة وما فيها الشركة الموردة المتعاقد معها لتوريد شحنات الغاز وبما فيها أيضا الشركات الثلاثة المستثمرة في هذا المجال، من غير المقبول أن كلها وما فيها أيضا وزارة التجارة، كل هذه الجهات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعفى مسؤوليتها وأن يعني تعلق أخطائها على مشجب ظروف مناخية طارئة. حملتم هذه الجهات مجتمعة مسؤولية هذه الأزمة من ناحية يعني أي ما هي المعلومات المتاحة التي أتيحت لديكم على مستوى جمعية حماية المستهلك عن هذه الأزمة وعن أسبابها الحقيقية الكامنة وراءها؟ الأزمة حقيقة من المؤكد أنها ليست وليدة الساعة كما أشرت، وإنما هناك تداعيات كثيرة هي التي أدت إليها. قد يكون منها من عواملها ومن أسبابها مشكل ظروف المناخية على مستوى زيادة الموج أو ارتفاع الموج أو ارتفاع حركة البحر، لكن أكيد أن هناك أسباب أخرى هي التي أدت إلى هذه الأزمة. كما أشرت منها عدم اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للشركات الشركة المتعاقد معها وبالنسبة أيضا لشركات الغاز وبالنسبة وعدم وجود رقابة للمخزون والاحتياط من هذه المادة بما يمكن من تجاوز أي أزمات طارئة. فبالتالي حصول هذه النوع من الأزمات ينبغي أن يتم أخذ الاحتياطات له وأخذ التدابير التي تمكن من تجاوزه قبل حصوله، وإلا فمن المعلوم أن إشاعة أي أخبار عن احتمالات تأخر الشحنة أو احتمالات تغير المناخ قد يستغلها البعض من أجل تحقيق مكاسب، وهذا ما نحن نخشاه في جمعيات حماية المستهلك من أن يتم استغلال هذه الظروف وهذه الإشاعات التي حتى الآن لا ندرك وجه الصواب فيها، أن يتم استغلالها من أجل الإضرار بمصالح المستهلك ومن أجل تفاقم أزمة الغلاء المتفاحشة والتي طبعا لم يكن المستهلك في حاجة إلى زيادتها نظرا لمعاناته أصلا، خاصة مع بداية هذه السنة من زيادات كبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية كان آخرها طبعا مادة السكر. وبالتالي عندما يكون الغاز والذي هو طبعا كما قلت منتج حيوي ومهم لكل بيت ولكل أسرة، عندما تزيد أسعاره بهذه الزيادات الجزافية فإننا أمام أزمة حقيقية لا يمكن أن مثلا لا يمكن أن نتكهن بتبعاتها ولا بنتائجها على حياة المستهلكين. أكيد أنكم تابعتم هذه الزيادات المضطردة على مادة الغاز وتضارب في أسعارها من 12 الفوقية 8000 7000 في مناطق على الأقل من العاصمة نواكشوط، يعني وهذه الزيادات لديها أيضا ما يبررها، هناك أزمة حادة في الغاز، هناك موزعون يحتكرون هذه المادة أو ما لديهم على الأقل من هذه المادة، يعني ما هو موقف الجمعية أمام مثل هذه الأزمات؟ هناك مستهلك فعلا يذبح بدم بارد. بالضبط، هو كذلك تعبير مثلا هو الذي يصف الحالة التي يعاني منها المستهلك الموريتاني للأسف، في ظل غياب أي أثر للرقابة وفي تنازل جميع الجهات المعنية بحماية مصالحه تنازلها عن القيام بأدوارها بالشكل المطلوب. نحن في الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة طبعا نتابع هذا الموقف ونحاول مثلا نحاول جمع ما استطعنا من المعلومات، مع أننا لسنا جهة حكومية تتحمل لديها كل المعطيات حول الموضوع، وإنما نتابع بوسائلنا الخاصة هذا الموضوع ونتصل ببعض الجهات المعنية في حدود المسموح به. بالتالي لا يمكن مثلا أن نتحدث عن حصول هذه الأزمة كما قلت بدون أن
نحمل هذه الجهات المعنية خاصة الشركة الموردة وخاصة السلطات موريتانيا الغاز موريتانيا الشركة. هناك شركات طبعا موزعة شركات موريتانيا وطنية لكن الشركة أصلا التي تم التعاقد معها من أجل توريد هذه الشحنة ووزارة الطاقة ووزارة التجارة وحتى إدارة حماية المستهلك الإدارة الحكومية لا يمكن أن نتحدث عن هذه الأزمة بدون أن نحملها. هل تحملون مثلا ضمن هذه الجهات هل تحمل إدارة مثلا الميناء جانبا من هذه المسؤولية؟ طبعا إدارة الميناء هي جهة قد لا تكون ذات صلة مباشرة بالموضوع، لكن نحن بدل أن نتحدث عن الأزمة وعن المشكل لماذا لا يجري التفكير في حلول أخرى؟ مثلا إذا تعطلت الشحنة عن طريق البحر لماذا ما لا يجري الاحتياط وتوريد بعض الشحنات من دول الجوار مثلا السنغال ومن المغرب؟ هناك معلومات تقول بأن فعلا بدأت هناك جهود لتوريد هذه المادة من الجارة السنغال. طبعا نحن هل لديكم يعني هذه المعلومات؟ يعني سمعنا كما هو متداول في الإعلام بهذه المعلومات، لكن حتى الآن هذه المعلومات لم تترك لما يعني لا يوجد لها صلة. يعني بأقل تكلفة هذا المفروض تكلفة أقل هذا من السنغال جارة مفروض هذا من المفروض أن يكون من التدابير التي تم التفكير فيها قبل أن تستفحل هذه الأزمة وقبل أن تتصاعد الأسعار. ومن المفارقات أننا نستورد أو أن هناك شحنات من عبوات الغاز، يعني اسوانات الغاز الغاز المهترئة يعني تدخل عن طريق حدود المغرب وعن طريق حدود الجزائر عفوا وعن طريق حدود وعن طريق السنغال. هذه اسوانات مهترئة تدخل الى البلاد في نفس الوقت الذي لا يمكننا فيه ان نسد الحاجة من الغاز من هذه المادة الحيوية. يعني وهذا من المفارقة، يعني مثلا حسب يعني معلومات اكيد لدى الجمعية انه في السنوات الأخيرة يتم توريد شحنات من الاسطوانات المهترئة والتي هي خطيرة على حياة وسلامة المستهلكين ومع ذلك نحن الآن أمام أزمة. يقال فقط المجب هو أن القارب لم يستطع الرسو ولم يستطع الرسو على حد، بينما هناك أكثر من طريقة للتفكير ولإيجاد حلول لهذه الأزمة. كما أشرت يمكن أن يكون هناك متابعة لمخزون الاحتياطي من هذه المادة قبل أن ينفذ، يمكن التعاقد مع بعض الجهات وبعض الدول الجوار من أجل توريد شحنات منها بتكلفة أقل، أو حتى ممكن على الأقل محاولة ترشيد المخزون الموجود أو المتاح الموزع، لأن ناش كما حسب الإحصائيات كما استمعنا أن هناك بعض الولايات الشرقية لم تتأثر بهذه الأزمة وكانها لديها مخزون. أيوة إذن هذا جيد. لماذا إذن؟ نحن نرى أن هناك طبعا محاولة للاستفادة من هذه الأزمة بشكل أو بآخر، كما هو الحال دائما أن السوق الموريتاني انتهازية في هناك انتهازية لدى بعض الموردين وبعض التجار يحاولون استغلال هذه الفرص من أجل تحقيق مكاسب سريعة. وكأنكم من خلال يعني تأصيل فكرة الخطة باء استيراد هذه المادة تعطون الضوء الأخضر على الأقل لبعض المستثمرين أيضا ليستوردوا مادة الغاز غاز البوتان من السنغال ومن طبعا هذه الجهود لا يمكن أن يقوم بها إلا السلطات الرسمية بها أعتقد، لأنها هي طبعا اللي هي الداعمة لهذه المادة وهناك ثلاث شركات مستثمرة في هذا المجال، وبالتالي ما أعتقد أن من السهولة توريد مثل هذه الشحنات وإن كانت المناطق الموجودة على الحدود يعني مع الحدود الجنوبية موريتانيا يعني الحدود مع السنغال كانوا في السابق طبعا يعتمدون على الغاز السنغالي كما هو الحال على الإسمنت أيضا ويجدون هذه المواد أرخص ويجدونها أيضا أكثر بعد أو أقل تطفيف أقل تكلفة أقل تطفيف وأكثر جودة طبعا كان في السابق حسب الآن طبعا أكيد ما دامت الأزمة استفحلت فإن هذا المجال طبعا فإن هذه الأزمة ستفتح مجال للتجار صغار التجار والموزعين لاستغلالها وحتى توريد شحنات بطرق غير قانونية، وهذا أيضا في خطورة لأن المورد من هذه الأسطوانات والمادة خطيرة لأن الغاز طبعا عنده كثير من احتياطات السلامة التي ينبغي الأخذ بها والتي طبعا لا يمكن الحديث عنها الآن في ظل هذه الأزمة، لأنها نحن الآن أمام أزمة وجود هذا المنتج من أصله، فكيف نتحدث عن إجراءات السلامة وغيرها؟ جميل جدا. يعني على ذكر ارتفاع أسعار الغاز يعني هناك تبعات أيضا لارتفاع مواد أخرى كالفحم وغيرها، لكن سنعرض لهذا المشكل أيضا في بعد فاصل قصير ضمن هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم لاستكمال الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، لا تذهبوا بعيدا.
عدنا إليكم من جديد مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان إلى الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها موضوع الارتفاع المذهل لأسعار غاز البوتان وغاز الطبيخ خلال الفترة الأخيرة. أرحب بكم من جديد سيد الأمين العام جمعية حماية المستهلك موريتانيا. يعني قبل الفاصل كنا تحدثنا عن تداعيات الارتفاع، ارتفاع غاز الطهي على بعض المواد الأخرى كالفحم وغيرها، يعني وهذا يجرنا إلى السؤال الموالي، هو ما هي الزيادات التي سجلت الجمعية على مستوى المواد الغذائية والمواد الأساسية خلال النصف الأول من هذه السنة على الأقل؟ شكرا. طبعا الجمعية من خلال مواكبتها لأسعار المواد الاستهلاكية سجلت ارتفاعات متفاوتة في بعض المواد الاستهلاكية، خاصة السكر والأرز، ونظرا لتلاحق هذه الارتفاعات في بعض الأحيان مثلا نجد صعوبة في ملاحقتها، خاصة أنها أسعار غير ثابتة وغير مستقرة، وترد إلينا دائما شكاوى من هذه الزيادات، خاصة أيضا فيما يتعلق بأسعار الأعلاف. كيف تبررون يعني هذه الزيادات؟ يعني كل على حدة، السكر، الأعلاف؟ طبعا هذه الزيادات عندها عوامل كثيرة، منها أولا وهو أهم شيء هو كما قلنا الطبيعة الفوضوية للسوق الموريتاني، بمعنى أنها سوق فوضوية تنعدم فيها أي ضوابط للتحكم في الأسعار، بالتالي رغم وجود يعني جهة لحماية المستهلك على مستوى الوزارة المذكورة تقوم هي الأخرى بضبط الأسعار. طبعا هذه الجهة طبعا في ظل أيضا الحديث عن ليبرالية السوق وعدم يعني عدم القدرة على تحديد الأسعار بشكل واضح، لكن مع ذلك نحن نجد أن السوق الموريتانية سوق انتهازية، وأن التجار لا من رحم ربك، كثير منهم طبعا يستغل مثل هذه الأزمات ويستغل أي نقص في أي مادة من أجل زيادة الأسعار. لكن من الملاحظة في الفترة الأخيرة أن من أسباب هذه الزيادة وكما هو متداول طبعا يعني ضعف قيمة الأوقية أو قيمة صرف الأوقية في مقابل العملات الأجنبية، خاصة أن البلاد تعتمد على استيراد مثل هذه المواد بالعملات الصعبة، بالتالي من الطبيعي أن يكون هذا عامل كما هو الحال بالنسبة للأدوية، عامل في زيادة أسعارها من هذه. لكن يعني قوس فقط الحديث عن ضعف الأوقية أمام العملات الأجنبية، وأن البلاد تستورد هذه المواد بالعملة الأجنبية، يعني قبل 5 أعوام أو 6 أعوام كانت الأوقية يعني كانت نفس الحالة، كيف لم ترتفع الأسعار خلال تلك الفترة وارتفعت في هذه الفترة؟ يعني أين هي الأسباب الموضوعية؟ لا ارتفعت، نحن من 2008 تقريبا وما قبل يعني الأسعار في منحنى تصاعدي، يعني أي مادة يعني يمكن يعني حتى جراء جرد يعني متابعة للسوق نجد أن المواد الاستهلاكية هي المواد الوحيدة، مثلا أي مادة تصعد لا يمكن بأي حال أن تعود إلى أسعارها، وأن هناك منحنى تصاعدي في أسعار المواد الاستهلاكية خلال السنوات الأخيرة. طبعا السلطات قامت ببعض الجهود مثل برنامج أمل دعم المواد الغذائية والاستهلاكية، لكن للأسف وللأمانة استفادت منه شرائح مهمة بالضبط، لكن للأسف نحن لاحظنا في خلال متابعتنا أيضا خاصة في الأشهر الأخيرة أن هذه الزيادة ما فاقمها أنه خلال الشهرين الأخيرين كانت هناك هذه أغلبية هذه الدكاكين خاوية على عروشها، يعني لا يوجد فيها أي مواد استهلاكية، بالتالي الجمعية حتى طالبت عن طريق خلال موقعها ومن خلال بيان أيضا بإعادة التموين لهذه المحلات وتعميم الدعم، لأن المدعوم في محلات السكر والأرز والزيت والمكرونة كانت موجودة يعني العجائن معجونات غذائية. إذن هذه هي 4 مواد تقريبا فقط هي المدعومة، وبعد ذلك أتت الأعلاف، لكن كل هذا مع ذلك نحن لاحظنا أن هذا التذبذب في التموين وانقطاع التموين، وحتى هذه المحلات الآن لا يوجد لديها بعض الأحيان إلا مادة واحدة أو مادتين، أن هذا يعني كان سبب ضغط على المستهلك، وجاء أيضا في ظل هذه الأزمة فأصبح يعني المرجأ الوحيد اللي هو الأسواق، والأسواق تعاني من هذه الزيادة خاصة فيما يتعلق بالأرز اللي زادت أسعاره بشكل ضخم، ثم جاءت قضية الأعلاف أيضا وهزالة المخصصات التي طرحتها السلطات للمنمين، فبالتالي تكاثرت كما قلت الأزمات التي يعاني منها المستهلك. جميل، يعني أستاذ جدود
وأنا تابعت بعض البيانات التي تصدر عن جمعية حماية المستهلك الموريتانية، يعني ليس في كل البيانات مقترحات، يعني لا تقدم المقترحات مثلا تجاوز مثل أزمات ارتفاع الأسعار، ارتفاع بعض المواد الغذائية في السوق، ضبط الأسعار بشكل أو بآخر في السوق. يعني أين هي المقترحات للحد من أزمة التحكم في السوق وليبرالية السوق؟ يعني نسبيا وإن نسبيا السوق ليبرالي، الكل حر في أن يبيع هذا الكأس بما يريد مثلا. بالضبط، نحن مثلا لا أتفق معكم في قضية أن لا أقدم مقترحات. نحن دائما في محاولة بحث عن أسباب الغلاء دائما نؤكد على قضية، ولا زلنا حتى الآن في ظل الحديث عن تصفيت سوني ميكس، كنا دائما نطالب بتفعيلها قبل تصفيتها ومحاولة إرجاعها كعامل استقرار للأسعار وكمورد مثلا حكومي يقوم بتوريد المواد الاستهلاكية التي قد يحدث فيها أي نقص مما يساهم في ثبات واستقرار أسعارها. لكن للأسف طبعا تمت الإجراءات الأخيرة، نحن أصدرنا بيان للمطالبة بوقف تصفية هذه الشركة، وكنا دائما أيضا نطالب نقدم مقترحات ما يتعلق ببرنامج أمل، أن المطلوب دعم كل المواد الاستهلاكية وليس مواد قليلة. وكنا أيضا دائما نؤكد على أن أهمية تشجيع المنتج الوطني ومحاولة مثلا البحث عن عوامل من أجل الاكتفاء الذاتي ما يتعلق بالحبوب. هل قدمتم مثلا في أحد البيانات، ربما لم أطلع، هل قدمتم تخفيضا أو دعما على مستوى الجمركة لهذه المواد لكي تكون أكثر تواجدا في السوق وأقل تكلفة مثلا؟ طبعا نحن دائما قضية أيضا الجمارك هذه من الأسباب، والضرائب هي من أسباب الزيادات، وكنا دائما في بعض الأحيان من الأهمية بمكان نظر لها أيضا كعامل من عوامل زيادة الأسعار. ونحن كجهة رقابة وكجهة توعية، يعني ليس المطلوب منا أيضا تقديم مقترحات ومحاولات بقدر ما مطلوب منا تشخيص المشاكل التي يعاني منها المستهلك ومحاولة لفت الانتباه إليها. وبالتالي نحن في كل مرة، خاصة في هذه السنة بالذات مع بدايتها، تكاثرت الأزمات وتكاثرت المشاكل التي تردنا من المستهلكين. طبعا هناك قضية الأسعار وهي قضية ثابتة تقريبا من سنوات عديدة. طبعا هناك شكوى من الغلاء المتفاحش في الأسعار سنة بعد أخرى. هناك قضية كما أشرتم قضية الأعلاف أيضا، وفي هذه السنة التي يعاني الناس فيها ظروف، بلد تعاني فيها من ظروف خاصة وظروف جفاف صعب، حتى أن البلاد دخلت في مثلا موسم صيف مبكر. هذه كلها أمور جعلت هناك أيضا قضية مثلا الغاز التي أطلت هي الأخرى. وهناك إلى زيادة على ذلك نحن نأسف لأن هذه الزيادات وهذه الأزمات جاءت قبل أيام من الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك، والذي هو طبعا 15 من هذا الشهر، بعد تقريبا يومين. فبالتالي الجمعية تعمل دائما على رصد هذه الزيادات، وسبق أن قدمت مثلا ورقة حول الأسعار، حول المقترحات، رصدت فيها أسباب وتداعيات أزمة الغلاء، وقدمت مقترحات بما ترى أنه مناسب لجيوب المستهلك، يعني لحلول لهذه الأزمة. من بين هذه المقترحات؟ من بين هذه المقترحات أولا كما أشرت قضية تخفيض أو نزع الجمركة على المواد الاستهلاكية. نزع النهائي للجمركة؟ أيوة طبعا، إلغاء الجمركة على المواد الاستهلاكية بشكل عام. منها تفعيل برنامج أمل ودعم كل المواد الاستهلاكية دون استثناء التي يحتاجها المستهلك. منها تفعيل الرقابة على السوق ومحاولة منع أيضا المضاربة والاحتكار من طرف تجار المواد الاستهلاكية. الشيء الآخر أن تكون وجود تنافس حقيقي بين الموردين المواد الاستهلاكية ومنع الاحتكار، لأن الاحتكار دائما هو الذي يؤدي إلى هذه المضاربات. منها أيضا إشراك، وهذا مهم جدا، إشراك جمعيات حماية المستهلك كطرف فاعل في كل القرارات المتخذة والتي من شأنها أن تمس حياة المستهلكين أو لهم علاقة بها. فبالتالي كما نلاحظ الآن
هو سياسة. هل تمنى تبني أي مقترح من هذه المقترحات التي تقدمتم بها للجهات في هذه الورقة؟ طبعا للأسف يعني يسفني أقول لا، يعني لم لا يوجد أي تبني لها، بل سياسة الأبواب المصادة يمكن أن نقول هي التي تطبع علاقتنا بالجهات الوصية. فهناك محاولات ربما هي بنود ثقيلة، خصوصا فيما يتعلق بإلغاء الجمركة نهائيا على المواد الأساسية، وهذا بطبيعة الحال يضر ميزانية الدولة من ناحية، لأن على مستوى الجمارك طبعا هناك مواد أخرى يمكن أن ترفع عليها، يعني تزاد عليها التعريف الجمركية، مثل مواد غير مواد غير الأساسية، ومواد مثلا الكماليات أو حتى السيارات والسجائر والتبغ وغيرها، ينبغي أن تزاد عليها المواد، تزاد عليها تقسم عليها مثلا جمركة المواد الاستهلاكية حتى تكون هذه المواد في مستوى. هذا عامل من العوامل، لكن أهم شيء يعني أيضا كما قلت هو أن السوق، فوضى السوق الموريتانية وجنوحها إلى الاحتكار والمضاربة من أجل طبعا نوع من الانتهازية، هذه عقلية موجودة في هذا لدى الوعي الجمعوي، عقلية موجودة لدى القائمة والتجار، من الصعوبة ما كان التخلي عنها، يعني انتهاز أي فرصة مهما كانت. نحن يعني نجدها حتى لدى عامل التاكسي، يعني السائق حتى في أمور عادية، عندما تمطر السماء مثلا أو عندما يكون في مطر، بدل ما تكون الأجرة 100 قيق يقول واحد 300 قيق، يعني هي عقلية موجودة، وهذا استغلال هذا النوع من الفرص. دائما البعض يحاول الإثراء عن طريق استغلال هذا النوع من المناسبات كما هو الحال، وهذا طبعا يحتاج إلى أن تكون الدولة حاضرة وقوية وفاعلة في وضع منظومة رقابة من خلال الجهات الوصية في وزارة التجارة، لأن هناك طبعا إدارة حماية المستهلك وإدارة الغش، هذه الجهة إدارة يعني أيوة من شاهدناها في الأسواق تفتش عن مواد منتهية الصلاحية، شاهدناها في الأسواق يعني تريد أو لديها مقترحات بضبط الأسعار وإن نسبيا، يعني السوق الليبرالي لا يمكن أن تضبط أسعاره بشكل بالضبط، هي تقوم بمجهود ربما، لكن هذا المجهود لا يزال للأسف دون مستوى التوقعات ودون أمال المستهلكين والجمعيات المعنية بحمايتهم. نحن نرى أن إلى وقت قريب كان مفهوم حماية المستهلك لا يتعدى الرقابة على الأسعار والموازين، لكن الحمد لله مع تنامي الوعي ووجود حضور هذه الجمعيات ومحاولة رصدها الاختلالات في السوق ومحاولة أيضا توعيتها بحقوق المستهلك، لأن حقوق المستهلك تتعدى مجرد الأسعار، تتعدى تلبية احتياجاته من المواد الاستهلاكية والمواد احتياجاته، وإنما تتعدى ذلك إلى حقه في المعلومات، حقه في التعويض، حقه في أن يعيش في بيئة سليمة، حقه في إسماع صوته، أن المستهلك حقه في التعويض، حقه في الترافع عن القضايا التي تهمه. هي حقوق طبعا حقوق ثمانية مقررة للمستهلك، واليوم العالمي لحماية المستهلك بالمناسبة هو فرصة للتذكير بهذه الحقوق ومطالبة بتفعيل الإجراءات التي تمكن المستهلك من الحصول عليها تأمينها. سمحوا درجة جدد، يعني بقي الوقت دقيقة، نحن على بعد يومين 48 ساعة من الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك. هناك أزمة مستفحلة على مستوى الغاز، غاز يعني انعدام لهذه المادة أو شبه انعدام لهذه المادة على الأحرى، وارتفاع في أسعارها في مناطق نواكشوط. هناك سجلتم أيضا خلال نصف السنة كما قلتم ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية. يعني أمام هذا الواقع ماذا تقولين المستهلك في أقل من دقيقة، وللجهات الوصية مسؤولة؟ طبعا المستهلك أقول له أنه ينبغي أن يكون حاضرا وفاعلا ومشاركا للجهات التي تعمل على حماية مصالحه والدفاع عنها وتبصيره بحقوقه، ينبغي أن يساعد هذه الجهات وأن يقف، وأنه هو أول وهو المعني وماذا الأول. تقول للجهات الوصية باختصار؟ الجهات الوصية باختصار أقول أنه من الضروري بمكان الاستجابة، وأنه أنا الأوان للاستجابة لمطالب الجمعية، خاصة مطلب وجود مدونة قانونية خاصة للمستهلك الموريتاني كما هو الحال في البلدان المجاورة، ثم أنتهز هذه الفرصة أيضا لأطالب بوجود يوم وطني للمستهلك الموريتاني. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد الرشدود، أمين عام مساعد لجمعية حماية المستهلك الموريتاني، كنت ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد. شكرا جزيلا لكم مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، لنتجمعنا حلقة قادمة. دمتم في حفظ الله
وأمانه.